أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، يقبل من اليسير واعفو عن الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد، وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم، يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، يقبل من اليسير واعفو عن الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد، وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم، يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير يقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام صل على محمد وآل محمد وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير يقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام صل على محمد وآل محمد وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير يقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم.
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد، وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم، يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، يقبل منا اليسير واعفو عن الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد، وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم، يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، يقبل منا اليسير واعفو عن الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير يقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير يقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام.
صل على محمد وآل محمد، وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، يقبل من وعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد، وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، يقبل من اليسير وعفو عن الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب، يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد، وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير يقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حافظ يا حفيظ فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام صل على محمد وآل محمد وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير يقبل من اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام صل على محمد وآل محمد وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من يقبل اليسير ويعفو
يقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد وافتح لأموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين.